وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، نواجه بالفعل معركة وعي حقيقية، كيف يمكن التغلب على ذلك في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات؟ أولا تحيات لحضرتك والأستاذ أمينة والأستاذ المشاهدين. معركة الوعي هي أهم معركة بنواجهها حاليا، لأن معركة الوعي هي أصبحت الأساس في أي حرب حاليا. الحروب الجيل الرابع والجيل الخامس بتبدأ بكسر الوعي، بتبدأ بالتغييب، بتبدأ بنشر يعني أفكار تؤدي إلى عدم الولاء وتؤدي إلى البلبلة وتؤدي إلى مشاكل. وخلال 20 سنة اللي فاتوا كانت كل الحروب الكبيرة اللي بتشن بتسبقها معركة وعي ضخم جدا، وبالتالي علينا أن نكون منتبهين، لأنه معركة الوعي هو جزء من معركة لتكسير الدولة المصرية، معركة لتفتيت الوطن، ليس مصر فقط وإنما المنطقة بالكامل. يعني دعني أذكرك أنه قبل غزو العراق، قبل غزو أفغانستان، قبل غزو أي حاجة، كنا بنشوف أنه في حملات إعلامية ضخمة جدا بتسبقها، في تفتيت، في تكسير للإرادة. معركة الوعي أصبحت أسلحتها في يد القوى الكبرى الآن كاملة مكتملة. في الماضي كان معركة الوعي بتتم عن طريق نشر الشائعات بشكل بدائي من فرد لفرد. دلوقتي عندنا السوشيال ميديا، عندنا في ما يشبه الخلايا النايمة اللي جانب الإلكترونية، دايما بتسبق، هي بتديك المعلومة الغلط، بتبدأ تكسر في مقاديفك زي ما بنقول، وبعد كده واحدة واحدة يضعفك لغاية ما يخلي الناس متقبلين لفكرة ما يعتقدون أنه التغيير للأفضل، ثم يدفعوا الثمن غاليا. ولذلك علينا أن نكون واعين تماما، على الدولة المصرية أن يعني تكون في حالة يعني يقظة دائما. عفوا، في حالة يقظة دائمة يا فندم. في حالة يقظة دائمة لتوعية الناس، لإفهامهم بما يحدث. لابد من كل شخص مثقف وشخص فاهم انه يعرف انه السوشيال ميديا ما بتشتغلش لله. اللي بيطلع شائعة، هذه الشائعة ما بيطلعهاش كده علشان يتسلى، لا، علشان يضعفك، علشان يتعبك. ده شغال في كل الاتجاهات، وكلنا شفنا مثلا في قصة معاقبة الولايات المتحدة وأوروبا لروسيا بعد غزو روسيا لأوكرانيا، بدأت بمعركة وعي أيضا ضد الشعب الروسي بشكل كبير جدا. بدأت بقطع وسائل الاتصال، بدأت بإشعار الناس أن نظامهم نظام يعني بيضيعهم، وبالتالي هذا ما يستخدم دائما الآن، أساليب الحرب، الحرب ضد الوعي، الحرب ضد العقل. وبالأخص يا أستاذ أشرف، مصر أيضا تخوض معركة أخرى، هي معركة البناء والتنمية. أهمية ذلك من أجل الإنسان المصري وما تقدمه الدولة المصرية بكل مؤسساتها لخدمة المواطن المصري، والمشاريع التنموية الكبيرة التي يعني تقوم الدولة بتقديمها للمواطن المصري في ربوع مصر جميعا. المواطن المصري الواعي الفاهم بيقدر قيمة المشروعات التنمية العملاقة اللي بتتم في مصر. هذا المواطن بيشعر بالفرق، بيشعر بسعادة، بيشعر بانه احنا ربما قد نعاني بسبب ارتفاع الاسعار او غيره، لكن دي فترة مؤقتة، هيبقى عندنا بعد البنية الأساسية الرائعة اللي بنعملها والمدن والطرق وتسهيل التنقل، هيبقى عندنا فرص لاستقطاب يعني استثمارات ضخمة، هنتحرك براحتنا، نحس بالاطمئنان أكتر. لكن من يستهدف وعي هذا المواطن بيحاول يشوه كل حاجة، ويحاول إنه هو يقول طب ما نأجل ده، طب ما نعمل ده، طب إيه لازمته دلوقتي، رغم إنه ما فيش دولة في العالم بتتقدم اقتصادياً بدون بنية أساسية، بدون طرق، بدون كهرباء، بدون مية،
بدون سكن يعني يليق بالإنسان، وده جزء من حقوق الإنسان زي ما أكد الرئيس أكثر من مرة، لأن أنا بوفر لك السكن والصحة والتعليم، بشيلك من العشوائيات أحطك في مكان جيد، بعمل لك طرق المشوار اللي كنت بتروحه في 4 ساعات بخفض لك 50 و60 و70%. وبالتالي في شغل كبير جدا، وعلى من يعي أن يحاول أن يفهم الناس أن هذا الشغل في صالحه على المدى القريب والمتوسط والطويل. وبالتالي يساعد في مواجهة حروب التشكيك اللي بنواجهها. وصلت الفكرة، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام.